الرئاسة الذي يحل ضيفا عزيزا هنا على أرضية ميدان الشحانية، شعار هجن العاصفة وشعارات أصحاب السمو وسعادة الشيوخ والأمراء الذين نرحب بهم أجمل ترحيب في هذا المهرجان الكبير، مهرجان المؤسس. بسم الله الرحمن الرحيم، تتواصل الانطلاقات، ينطلق هذا اليوم يوم النجوم، يوم هذا التحدي هنا بهذه الشعارات العملاقة المتميزة التي تظهر دائما في المناسبات الكبرى، تحقق الانتصارات، تسير من شوط إلى شوط، ترفع رايات التقدم والنصر والانتصار في كل المناسبات. بسم الله وعلى بركة الله تعلن انطلاقتنا الثانية والتي تحمل الأشواط الخاصة باللقاء القعدان في هذه الأمسية المميزة، في انطلاق متميز سنتعرف من خلاله على هذه الأسماء وهذه الشعارات التي قدمت هذه النجوم والمفاجآت لتكون حاضرة في يوم كهذا، يوم تحضر فيه المناسبة السعيدة والتحدي الكبير في انطلاقات هذه الشعارات الكبيرة. نسير إذا من مقدمة الشوط، نتابع المراكز الأولى وننطلق مع بداية هذه اللحظات القادم والقائد للمركز الأول. هناك مطفوق الذي يقود المقدمة لهجنة الشحانية بقيادة سلطان بن محمد الوهيبي، بينما المركز الثاني يذهب المركز الثاني إلى الوعب في المركز الثاني، ولكن أرى التدخل من نايف في المركز الثاني لهجن العاصفة وقيادة حمد بن راشد بن غدير، بينما المركز الثالث يعود هنا في المركز الثالث زاهي لهجن الشحانية وسالم بن فاران المري في التضمير، بينما المركز الرابع هنا يظهر ملفت في المركز الرابع لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان ومحفوظ بن خميس آلي نيبي الذي يقود هذا التحدي، وعلى المركز الخامس يعود الدليل في المركز الخامس لهجن الشيحانية بقيادة سلطان بن محمد الوهيبي. هذا هو ندائنا الأول لهذه الأسماء التي ننتظر، أيضا هناك تغييرات وتبديلات على مشاركاتها وانطلاقاتها، وتغيير لهذه الأسماء الذي سيكون هناك في الأمتار الأخيرة. إذن هنا التحدي وهنا المنافسة، هنا اللحظات التي تعلن هذا الانطلاق وتعلن هذه البداية الأولى. نعود إلى المقدمة، نتابع الصدارة التي لم تتغير، بقيت كما هي. مطفوق اللي على المركز الأول لهجنة الشيحانية مع العملاق سلطان بن محمد الوهيبي الذي قدم انطلاقته الأولى في أول الأشواط مع رهف في شوط الابكار. هنا يعود العملاق كعادته دائما في كل التحديات، يظهر هنا مع مطفوق ليقود مقدمة الشوط. المركز الثاني، في المركز الثاني نايف يأتي على المركز الثاني لهجن العاصفة التابعة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وبقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير في هذه الاندفاعات القوية بنايف في هذا الشوط، بينما المركز الثالث لا زال زاهي على المركز الثالث. هناك يطالع الصدارة، يطالع المقدمة لهجنة الشيحانية والذهبي سالم بن فاران المري، ثلاثية المقدمة تحمل العملاق، تحمل الذهبي وانضمام الواثق، ثلاثية من الأسماء التي يعرفها عالم التضمير المتميز والذي يتواصل بتقديم أسماء متميزة في كل المناسبات. نعود للمركز الرابع، يظهر دليل في المركز الرابع لهجنة الشيحانية وأيضا للعملاق سلطان بن محمد الوهيبي في مساندة للمقدمة والصدارة واندفاعا، بينما المركز الخامس ظهور هنا من المحيط، ظهر المحيط
مع هجنة الشيحانية ومحمد بن خالد العطية المشاغب بدأ الآن يدخل إلى هذه اللحظات مع اقترابنا إلى 2 كيلو الأخيرة الباقية من هذه المسافة. ما شاء الله تبارك الله الانطلاقات بدأت التغييرات بدأت تحمل هذه الإثارة وتندفع الأسماء في هذا الانطلاق المثير تحمل هذه البداية. الله 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 الله, الله. صراع في المقدمة انطلاق على المركز الأول لا زال هنا في المقدمة وفي الصدارة والقائد لهذه الانطلاقة الأولى من بداية هذا الشوط حتى هذه اللحظات يظهر زاهي زاهي يزهو على مقدمة الشوط لهجنة الشيحانية والذهبي سالم بن فاران المري يقترب من الذهب يقترب من التفوق في هذا الشوط. المركز الثاني نايف على المركز الثاني المنافس القوي والعنيد لهجن العاصفة التابعة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وأيضا بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير وصل دليل وصل دليل للمركز الثالث لهجن الشيحانية وأيضا العملاق سلطان بن محمد الوهيبي بينما الوعب يعود في المركز الرابع لهجنة الشيحانية وسالم بن فاران المري. هذه الأسماء التي تحمل هذه الانطلاقات. الله 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 الله, الله. طارت الصدارة غيرت الأمور تبدل الكيلومتر الأخير مع فتح الأبواب لهذا الانتصار وعلى الصدارة زاهي زاهي الشيحانية زاهي هذه الهجن العملاقة يقود المقدمة والذهبي سالم بن فاران المري من عرف بعشقي للذهب وفوزي بذهبيات هذه الرياضة العربية الأصيلة. أرى المركز الثاني الوعب في المركز الثاني يتابع يراقب هنا يدقق يقود أيضا يساند يساند زاهي على المقدمة الوعب أيضا الهجن الشيحانية سالم بن فاران المري منافسة بذات العزمة داخلها ما شاء الله وتبارك الله. إذن الوعب الوعب يتفوق في اللحظة الأخيرة يحقق هذا الانتصار يسجل الانتصار الثاني على التوالي لهذه الهجنة المتميزة هجنة الشيحانية. سلام يا شعار الأدعم شعار سلام عنابي سلام ما شاء الله سلام وتبارك الله بهذا الأداء المميز. الوعب هذا الاسم العملاق الذي يتواصل في كل التحديات يظهر تهانينا والناموس لهجنة الشيحانية وشكرا سالم بن فاران المري الذهبي. بالفعل أنت الذهب أنت الذهب أنت المنافسة في أشواط الذهبي والتحديات. المركز الثاني يذهب إلى زاهي الهجن الشيحانية والمركز الثالث يعود هناك دليل الهجن الشيحانية بينما المركز الرابع أيضا وجود الباز الهجن الشيحانية في هذه الانطلاقة وفي هذه التحديات. هذه الأسماء الأولى التي قادت هذا الانطلاق وقادت هذا التحدي وقادت هذا الشوط الخاص بالجعدان ما شاء الله تبارك الله. إذن هنا انطلق الكل وجاء هنا الوعب يحقق هذا الانتصار ينقل هذه التحية وهذه التهاني مع ملخص الشوط الذي ينطلق هنا من البداية كما نتابع الإثارة كانت حاضرة وكان الوعب ينتظر إعطاء الإشارة أيضا من المضمر الذهبي سالم بن فاران المري لينطلق هنا مع مقدمة الشوط يلتقط الصدارة يسجل هذا إنجاز يحقق هذا التفوق في الشوط الرئيسي الخاص بالجعدان في هذه المناسبة الغالية مهرجان المؤسس وانطلاق هجن أصحاب السمو والشيوخ. بالفعل تفوق المقدمة والوعب هو الذي يعود في المركز الأول يسجل هذا الانتصار لهذه الهجن هجن الشيحانية في هذا التوقيت المتميز الذي يسجل 7:26 و31 جزءا من الثانية هو التوقيت الزمني بينما المركز الثاني زاهي أيضا 7:27 49 جزء من الثانية هو التوقيت الذي حمل أيضا زاهي الهجن الشيحانية وشكرا يا الذهبي في المرة الثانية. والمركز الثالث 7:29 8 من الأجزاء من الثانية
تهانينا والناموس ايضا لهجن الشيحانيه، وشكرا للعملاق سلطان بن محمد الوهيبي. هذه الاسماء.